المعارك كثيرة. ممكن أبدأ بمش هسميها معركة، لكن هقول خلاف ما بينك وما بين كابتن حسام البدري، كنت من أكثر الداعمين ثم هاجمت بشدة. خالص أنا قلت معلومة إن حسام البدري رفض إن يكون يلعب في النادي الأهلي، بس مش أكتر من كده. وقلت معلومة أنا على يد أنا، يعني أنا اللي حاضر يعني. طب ليه نوع الهجوم يعني؟ هو زعل بقى وغضب وطلع بيان وعمل قصة وعمل حدوتة، وانا والله ما جرجرتش يعني، بس انا بقول لك ان حسام البدري رفض ان كينو يروح النادي الاهلي. انا اللي واخد السدهايه واحنا اللي بعتنا لحسام البدري يعني، هو قال لك انه مش هيدافع يعني. ده كان وجهه نظره الفنيه ساعتها. زعلت منه علشان ساب الاهلي وراح بيراميدز؟ لا شغله هو حر يعني، ما وبعدين هو يعني هو مدرب محترف يعني، ما الحاجات دي الناس لازم تاخدها بشكل عقلاني شويه يعني. من حقه انه يشتغل، ومن حقه انه يشوف اكل عيشه، ومن حقه انه يشوف بيته. لو هيفضل طب انه مش مدرب النادي الاهلي هيعمل ايه يعني؟ وجاي له عرض افضل وعرض احسن، وهو حب يجرب حته الاداره. بس انا زعلت منه من حاجه تانية، ان حسام في الملعب. حسام مدرب كويس، وحسام يكمل في الملعب، لانه عارف الكوره دي لما بتبعد عنها شويه عشان ترجع لها بتبقى مشكله. فممكن حسام يجد صعوبه في العوده مره اخرى للتدريب. ده وجهه نظري يعني. لكن حسام انا قناعاتي بيه كمدرب لم تتغير على الاطلاق، يمكن كشخص شويه اتغيرت. لكن حسام لا، كمدرب حسام جيد وعمل تاريخ جيد مع النادي الاهلي. ويعني على فكره مش خلاف، هو عمله خلاف، هو اصطنعه خلاف، هو عمله مشكله وازمه وحدوته. هتلاقي في حاجات دي حتى برمي يعني، ما بتوقفش يعني.